أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا إصابته بالتسمم بسبب المياه الملوثة خلال زيارته إلى محافظة البصرة. وذكر بليكوا على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي أن طبيب اليونيسف قام بتشخيص حالة التسمم التي كانت بسبب تلوث المياه. وكان بليكوا قد أجرى جولة تفقدية على المشاريع الخدمية في مدينة البصرة التي تشهد أزمة صحية غير مسبوقة، نقل في إثرها أكثر من 90,000 شخص إلى المستشفى بعدما تسمموا بالمياه الملوثة، بحسب ما أفادت المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان.